عيال العود حلال صعايب حطان فككت كل النشايب فان ربي ما خلقنا الا مصايب نحتمي لا من بدا بالوقت شان نحتمي لا من بدا بالوقت شان حب طجنا وحب طغينا بالفسيحة من بغى يسلم فعندي له نصيحة لا حد يعادي هلال يا الصحيحة عزة من هو معادلك حطان عزة من هو معادلك حطان قبل إبراعها اربط الأحزمة السلامة لنا حاجتنا ولوي يوجب أن تهدأوا واتبعوا الأنظمة ولا تقول اضرب الوقفة حماسية يا ابن ليش عدتك وابدع في لحنها كسنا فيكم تجود برسنها خلها للجمد اصدح في زمنها من لزومك جعلي يا بخيتي يومي قبل يومك الكرم والطيب هو منبع علومك فعلك فوق الثريا هو يباني جعل من هو خلفك تقطيع عوامه جعل كل ايامه بخير وسلامه يا رفيق اللي ينام اسلم قامه تتكي للكايدات ولا يعاني والنسب عالناز على رجال قرومي طال حبل حمد الله سعيد والشباب قد وصلت لقدهم اللي قد وصلوا بينهم وياخوهم وعلى ما قال كل منهم للثاني لكن هنا عشرة من هالاسماء بما فيهم الشايب وولده يتعذر منه مناصر بن رسام في الديرة سعيد بن حسين اسماءهم كل شيء هالاسماء اللي بيدي له عيال العود حلال الصعايب حطان فككت كل النشايب فان ربي ما خلقنا الا مصايب نحتمي لا من بدا بالوقت شان نحتمي لا من بدا بالوقت شان حب طجنا وحب طغينا بالفسيحة من بغى يسلم فعندي له نصيحة لا حد يعادي هلال يا الصحيحة عزة من هو معادلك حطان عزة من هو معادلك حطان بدينا بذكر الله على بدعة القيبان إله الذنب عباده جمع محصيها نسى الحبوب الحبوب الحبوب
السلام عليك وجريني يا رجال وين لحم خيط وندر هذول ربعك السلطان الحركان اللي تشوفوا جيهكم جايينك بستة وعشرين ألف معونة الله سبحانه تملكم وللولد أما ستة عشر ألف من ربعك واسماهم معها وأما عشر آلاف من الإخوان المعرس وسلامتكم جميعا. مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا وصفكم ما في وعطاكم ما في ويا مرحبا وسهلا تفعلون ذلك وقلت الله يحييك الله يبقيك. ارحبوا يا رجال ارحبوا بعرفه وانها عزوتها بسليمان يا طيب الرجال اللي تك
الله يمسيكم بالخير جميع. الله يمسيكم بالنور. شوف وياك يا ابو خيل اللي انت تشوف معهم معاون ونحاول الله مياه والبيت وان كانها واجد بتستاهلها وبمحلها وان كانها شوي بيسمنها المحبه والغلا اللي بيننا وبينك. واخوياك معهم هدايا رمزيه وسلامك وسلامه السامع. الله يسلمك والله يحييكم صفواب ومدد واب يا وافين والله يحييكم على كل حال. الله يمسيكم بالخير جميع. الله يمسيكم واجر من جميع والسلام. علمت لا يظلم فيك ولا جانا في الوصول علم وجيناك من وفاك وعلم الفرغان وانتو سبعين نعم يا بحطان وانتو يا اللي تحيش نجوم من الطلة وسبعين نعم خويناكم وعرفناكم وسبعين نعم وجاورناكم ونعم الجيلة ولا نلحق لكم بدا أصدقت الحقاب لا شايف ولا ولد يعتذر أمك من الوصول عذرهم عدة معلانك سيف وبشتن شايف وعدنا لخاف شيء زي تعسرت الجميع. الله يسلمك. زوجتي ابو بيت وجاله على القوه. عليك سيف هو سيف يا ابو بيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. مجرمين يا رجال. وعليكم السلام. صلوا على النبي. الله يسلمك. تزوجت ابو بيت والله يبارك لك ويبني بيتك ويبكرك الولد. نفعتي انا يا علي بن حمد الزهيري مع اخوياي ونفالتي لك بشتن لك وبشتن شايف واعذرنا على القصور وزايد اعباد. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اسعد الله مساكم جميعا. ابو بكيت تزوجت والله يا ابني بيت ويا ابن كبيري هالصالح. يا منصب من شوكان البشر 5000 وبشتين بشتن لابو سليمان وبشتن لابو بكيت. او زايد ها سلامتكم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. سيفك بيها اليوم. عافيك. تزوج تبغي تجعل على القوة. تجي ترى يا خويك يا ابو رحمان راح ابو خيل تحتان. نعم. سيف وانت سيف الحج وبش وطيب وانت في هذا الطيب يا ابو خيل عذرنا على القصور. مساكم الله بالخير جميع. على بركة ما سويته. بارك فيكم. نعيدنا يا ابو خيل ولنا في الوصول عذر. جيتك انا يا خوي راكان بن محمد بن حيدر المسادة نبعدي معك وياي 2000 ريال وبشتر لك وبشتر شايف وتزهر وسلامتك. السلام عليكم. تزوجت سليمان الله يبني بيت فهني لك انا من الصوف مسحت راح مرتين درع عليك سوف درع ونفسك معك وياي 2000 ريال سلامتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. أقول على كل علم لا بد الشام لبينا منه دعانا لجل علاه يبدينا. الله يبني بناك يا ابو خير واجعل بيتك بيت سيد ونصيب وحظ المهدي. في الليل اللي جيت انا يا اخوك عبد الله بن شايع السليماني. بمعونه وبشتر شايب وزايد اعباس ولقيت وصلت لحبلك يا ابو خير هذا منا واجد يعني مبكيك. او سلامتكم جميعا. السلام عليكم جميع. الله يسلمك. تقدم يا ابو خيل. اول شيء مرحبا ومسهلا الله يحييكم والله لا يهينكم لا القاصي منكم ولا الداني كل منكم لحق علينا ومعزه وموفاء ومن وفى في خويه وفى فينا شيبان خويه ولا قدمكم ومعروفكم وعطاكم ومسدكم وافي وصفكم وافي وهذا مما يدل على قوتكم وتلاحمكم مع خويكم نسأل الله لكم التوفيق انتم وهو وجميلكم بالغ في خويكم وماكرين شيبانه وسلامتكم ودنا نضيفكم ودنا نكرمكم انتم لحالكم الصف مليان والصاله مليانه ولكن نبيكم كرامه ان انتم تخصكم الربع يقولون خلي الكلام وخلي العزيمه لان للحفل هناك جوا في الصالة لكن أنتوا على ما قال اللي توكم ربعنا وأنتوا ربعنا الثانيين لكن نبي كرامة لكم ربعنا اللي جوا مدعوية وسلامة الجميع يا رب يطول عمارك ومن عزم أكرم تكلمت عن أخوياي بشده من أمر الثاني والله الذي لا إله إلا هو من هويين اللي عنده شغل واللي عنده دوام واللي عنده شان مثل الشان فلا تعترضون مدعو رب يطول عمارك الود ودنا نحن نكرمكم واحد واحد يا ما بيجي معكم
الله وفق. ارحكوا يا رجال هم ارحكوا، ارحكوا ترى الحين بالمطر، ارحكوا عداد ما سرتوا عليه. والله ما في هذا الصف اللي قدامي الا من هو حمر عين ويقضي الدين ويشوق العين ويسيع بناين. مرحبا والله ومسهلا، صفكم مافي وصوتكم مافي ومددكم جزله وانتم جزلين. اقلط والله يحييكم، مرحبا والله ومسهلا. الله يحييكم. عيال العود حلال الصعايب اقحطنا مفككت كل النشايب. فن ربي ما خلقنا الا مصايب، نحتمي لا من بدا بالوقت شان، نحتمي لا من بدا بالوقت شان. حب طجنا وحب طغينا بالفسيحة، من بغى يسلم فعندي له نصيحة. لا حد يعادي هلال ريا الصحيحة، عزة من هو معادلك حطان، عزة المان هو معادلك حطان. قبل إبداعها اربط الأحزمة، السلامة لنا حاجتنا ولوي يوجب أن تهدأوا واتبعوا الأنظمة. ولا قول اضرب الوقفة حماسية، يا ابن لش عدتك وابدع في لحنها، كسنا في قم تجود برسنها، خلها يلقى تصدح في زمنها. شوش بها يا شل جموعك من لزومك، جعلي يا بخيتي يومي قبل يومك، الكرم والطيب هو منبع علومك، فعلك فوق الثريا هو يباني، جعل من هو خلفك تقطيع ومه، جعل كل ايامه بخير وسلامه، يا الرفيق اللي ينام اسلم قامه، جدك للكايدات ولا يعاني. والنسب عالناس على رجال قرومي، طال حبلان اللي ضد الخصوم، فعلها عدى على موسى الرجوم، هم هل الطالات ذربين اليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، نسأل الله في البداية أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، نعمة الأمن والاستقرار، والتي يعود فضلها بعد الله سبحانه وتعالى لحكومتنا الرشيدة بقيادة ملك الحزم والعزم، بقيادة قائد المسيرة المعطرة الملك سلمان بن عبد العزيز، وبوقفات أمير الشباب المسطرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، فبدعمهم
وجدنا ولله الحمد الأمن والأمان في وقت تتلاشى فيه الحروب من كل حدب وصوب، وفي وقت وجدنا وطننا ولله الحمد باقيا بأمر عزيز مقتدر شامخا ثابتة أركانه. حضورنا الكريم، أهلا وسهلا بكم في احتفال أسرة آل جازعة آل جحيش آل سليمان بمناسبة زواج ابنهم سليمان بن بخيت، فنتمنى له التوفيق بإذن الله، ونقول له كما قال رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. لا يصح الكلام حضورنا الكريم إلا بعد ذكر الرحمن، تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعكم القارئ عبد الله بن علي الجازعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. لأصحاب هذا الاحتفال حضورنا الكريم كلمة ترحيبية يلقيها بالنيابة عنهم الزميل الإعلامي محمد بن عبد الله بن شمسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب حضورنا الكريم. حضرتم فزاد النور نور في ليلة الفرح والسرور يعبرها اللسان والشعور. نختصر الحديث والترحيب ونفتح مجال للشعراء من أبناء القبيلة باسمي واسم الجازعة واسم الحبلان واسم الجحيش كافة. نرحب بكم سواء آل سليمان أو الزملاء أو العواني أو الأنساب، ومرحبا ومسهلا بالجميع، والله يحييكم ملايين. شكرا يا محمد، وبيض الله وجهك، وشهادة حق. محمد ما عرفني راح أقول هالكلام. محمد صاحب أيادي بيضاء وصاحب وقفات مع أبناء قبيلة قحطان، فيستحق منا في هذه اللحظات أن يحييه تحية، يستاهل أبو عبد الله. في هذه اللحظات حضورنا الكريم نبدأ في القصائد الشعرية لهذا الاحتفال، وبداية مع الشاعر مشبب ابن علي الجازعة. الله يمسيكم بالخير جميع، نقول ارحبوا عداد السيل مرحبا في ذمتي ومسهلا، ولا نقول الا لبو بخيت الا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. صلوا على النبي واذكروا الله. هذه الربع مشاركة شلها أخوي المنشد عوض بن صلوح الأشعث، وبسمعكم كلماتها. أقول: لا يجي في داخلك ضيق وهمي، يبشر بعزك ودندن يا ابن عمي، لا بدالك واجب ولازم مهمي، فحتزم بي الحصان ابن الحصاني، ويش عذري يا رفيقي من لزومك، جعل يا أبو بخيت يومي قبل يومك، الكرم والطيب هي منبع علومك، فعلك فوق الثريا هو يباني، جعل من هو خلفك تبطي عوامه، وجعل كل أيامه بخير وسلامه، يا الرفيق اللي ينوم سنا مقامه، يرتكي للكايدات ولا يعاني، والنسب عنز على رجال قرومي، آل حبلان اللي ضد الخصومي، فعلها عدى على رؤوس الرجومي، هم هالطلاب دربين اليماني. ارحبوا وعداد همال المخايل، مرحبا على الشحم والعود جايل، مرحبا في مرحبا بكل القبائل، مرحبا للي حضر للحفل عاني. ارحبوا يا ضيوفنا في كل حزة، عند من هي تكرم الضيف وتعزة، عز يا الجحيش يا مال المعزة، مرحبا باللي حضر قاصي وداني. ربعي يا الجحيش مزبان الجلاوي، ما عليكم زود، ربعي يا الجحيش مزبان الجلاوي، لا بدا وقت الصعايب والبلاوي، والله انها ما تخيب بهالهقاوي، فعل انها ثابت على طول الزماني. بنحرق لي عزوه الدكان نوايف، والثقايل عندنا حمول خفايف، ويوم كل زابن بيته وخايف، محتمين الحد بحدود اسناني. حن عيال العود حلال الصعايب، اقحطان انفككت كل النشايب، كان ربي ما خلقنا الا مصايب، نحتمي لا من بدا بالوقت شاني. حن بطشنا وحن طغينا بالفسيحه، من بغى يسلم فعندي له نصيحه، لا احد يعادي هلا الاري الصحيحه، عزتي المنوم عادي لك حطاني. سلامتكم. صح لسانك وبيض الله وجهك،
من شاعر مبدع إلى مبدع آخر، وتحديدا مع شاعر عايض بن صالح الضبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. أصالة عن نفسي ونيابة عن آل سلطان الضبية خوالة سليمان والشتوي إخوانه، نبارك له على هذا الزواج، عساه مبارك وموفق إن شاء الله. والقصيدة اللي أشارك بها في هذا الحفل يقول: يلا هنابك ونرجيك وإليك المصير، نصمد وندعيك يا أهل العفو والمغفرة، التجاوز عن خطانا وتعفو في الأخير، لكن حقوق المخاليق لو حبت ذوره الضعيف تقيم نصره، ويا نعم النصير ويقوي تقتص منه ولو وزن شعره. نسألك فرضاك منا الصغير والكبير، وجنب أمتنا الأمور، وجنب أمتنا البدع والأمور المنكرة، السلام اللي تباريه نفحات العبير، عتقت في الروض ريحة خزامه وزهره، يشمل الحفل وحضوره عجب عين النظير، من بعيد ومن قريب ومشايخ وجبره، في عن الليلة علينا مواجب كثير، شهر النجمة منوى شبابه وشهره، ما يقدر غير رجل، ما يقدر غير رجل على ربعه قدير، منكسب عرفه وخربه وعزه وقدره، وانت يا سليمان منا ولك قسم وخشير في كبار المال ولا جنم الجمرة، من قال الحر النداوي وهده للمطير، يبشر من الجول ستة وسبعة وعشرة، من قال الحر النداوي وهده للمطير، يبشر من الجول ستة وسبعة وعشرة، من سلالة عصبة ما يزعزعها النذير، كل رجال إمارة طيبة وظفرة، وبالندى والجود سيل مناشية حذير، لا غدت شهب الليالي مشحة ودهرة، نجمة الأمداح ما هو بيبصرها الضرير، لو دعج عينه بالاثمد وحدك بنظره، كم قصير اللبس له بشت لكنه قصير، شرهت الملبس على اللي شرهت الملبس على من شراه وشبره، يوم علقنا المزاهب على جنب البعير، قامت تلح المطالق تريبه وظهره، طرقته ما غير درهام ما فيها مسير، من خلاف السهيل والجدي يلمع في انحره، والمراجل ما تحصل على ترعة غدير، يتعبونها الرياجيل جرها جره ودوره. السلام عليكم. صح لسانك وبيض الله وجهك. قصيدة شعرية للشاعر فهد بن هادي الفهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بضيوف خوالي جميع، الله يحييكم من بعيد ومن قريب. مشاركة بسيطة واختصار للوقت. ابتدينا باسم رب كل بونا تحت ظله، الكريم المعطي المنان وكنوزه ثمينه، يا سلام الله سلام موافي ما فيه خله، في حفل شيخي يشيل الحمل وضلوعه متينه، في حفل خالي عسى من سب خالي فذوه له، بو سليمان الشجاع الله صيمه، بو سليمان الشجاع الله يطول في سنينه. مرحبا بضيوفنا اللي شرفهم من كل حته، ارحبوا ترحيب تنتظنايكم مني سمينه، واثني الترحيب بصداق العريس وبزم لله، ومن تكبد من على الاسفار يا الله لا تهينه، والتهاني قلتها عبر التواصل والمجله، الله يهني سليمان وخز الله حاسدينه، وانت يا سليمان ذبيت الجبال اللي مطله، يوم ناسبت الرجال اللي منازلهم حصينه، الحبلان الوفا والمرجله فيهم جبله، من علي عصر الجدود وعصرهم ذا محتمينه، والفرس بنت الحصان اللي قناها في محله، اشهد انه فاز من جود رسنها في يمينه، بن شيخ في المراجل واللقى سيف وسله، وبالكرم والجود ومد السخط عند ايدينه، وفي النهايه بطل بالمعبود يغفر كل زله، ويا صلاه الله على افضل من وطال ارض قدمينه. سلامه الجميع. قصيده اخرى للشاعر عبد الله بن شايع الجابر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رضى الله وصدق الله، صلوا على نبي الله يا خلق الله، الله يوفقك يا ابن ابناك يا ابو بخيت، ويجعلها بها تصيب ونصيب وحظ ما يخيب. اقول بدينا بذكر الله على بدعه القيفان، اله ذنوب عباده الجم احصيها، نساله جنانه ربنا وافر الاحسان، ويغفر ذنوب نذكروها مناسيها، ويغفر ذنوب ذكروها مناسيها، وبعدها سلام الله على بخيته
أبو سليمان سلام ترددها الليالي الباديها عرينا الأسد ما فاز به غير ذا الشجعان رجال تسود المجد لأنها انتهى فيها سليمان ولد بخيت وبخيته من جبران سلالة سود طيب الله مجانيها تفاخر بهم الأخوال وأعمام والأخوان إلى ثقلة الحملة تنادوا بناخيها نسل جازعة للطيب والمرج له عنوان وعلى جحيش وسليمان تبدي عزاويها عزاويهم الحرقان والأصل من قحطان بدم المعادي ثابتات النساميها عزاويهم الحرقان والأصل من قحطان بدم المعادي ثابتاتنا أساميها حضرنا مبارك محفلك يا رفيع عشان خوي الخوي المايلة به نقديها أفاخر بعرفه وإن عزبته بسليمان يطيب الرجال اللي يتكرم مخاويها واختام الكلام نصلي لسيدة الثقلان شفيع البشر يوم القيامة الباريها وسلامتكم جميع صح لسانك وبيض الله وجهك بكل تأكيد حضورنا الكريم نجدد المباركة للمحتفى به في هذا المساء ونسأل الله التوفيق في حياته المستقبلية مستمرين في هذا البرنامج الاحتفالي وفي تحديدا القصائد الشعرية ووقفتنا الحالية مع الشاعر والراوي حمد بن عايض بن جرعود الحميداني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا أخوي عايض يقول شاعر أنا ماني بشاعر وأخواني الشعراء كفوا ووفوا نختار لكم قصيدة في البر الهواية مع أنه مو وقت بر لكن اللي يحب البر القيض هذا ما فيه شك أنه يحبه يقول ترى القيض طبعا هي للشاعر محمد بن مبارك الصخيبري ترى القيض للي يرغبون البراري عوق إلى قام يلفح له بالقيض وسعيره رع البر لجا طلع تسهيل قام يتوق إلى برد عليه الوقت كثرة تفاكيره وأنا من هواة البر بالفعل والمنطوق مناي وهواي البر مالي هوان غيره يجيني لي هبة هبوب الصفاري شوق على سجة في البر وانفارق الديرة وأحب الديار الخالية والمطر والنوق وبالخس سود الطرش ولا مغاتيره اللي اجت تباره كل ذود مع طاروق وطال النهار وريعوه بمقاهيره واحب الهوى لهب في المرقب الشاهوق خفيف هواه وساكنات معاصيره واحب البطين القافر الاخضر اللاهوق يلقف سحابه واصطعت به نواويره مناثر نفوت نوب سوده ونوب عروق سقاها السحاب اللي تتالى تماطيره يجيها من المنشا خيال ورعد وبروق يسيل وعرها والسهل في محاديره تواليه ديمه واوله صادق حقوق اسبوعين والمناقع في محاييره ويلا زله 15 يوم بالماذوق تشوف الخضار اللي تشوقك مخاضيره تشاكيل عشبه مقصره واوله زملوك يشوقك الى سقت النظر مع دواويره اباخذ بها سجه وما فات لي ملحوق وسج القدم في البر وابعد مشاويره خصوصا لما صرت في رحلتي مرفوق نشامه الهم في قمه اهل الوفا سيره شرواكم خصوصا لما صرت في رحلتي مرفوق نشامة الهم في قمة أهل الوفا سيرة خفيفين دم ولا بهم جاهل مطفوق ولا فيهم اللي يزعله مزح ويثيرة ومعنى شقر ووافي وصافي بدون دقوق إلى شاف الصقار ما لد في غيره قصير وعريض ومستدير وطويل فوق مع خفريشة وافيات تشابيرة شراه الحبابي نقد ما سجل بمفهوق بعد معركة ومزايده مع صقاقيرة وخذناه من شارع وبغلى ثمن في السوق
نبي سج تنبه ما حسبنا مخاسيره وبنقنص الديار نعش بهاله سبل وعنوك الى اصبح عليها الصبح لجت عصافيره ديار خلا ما طب فيهن ولا مخلوق عقب سيلها ما طبها من نقل طيره يكود الحباري رمسها له جدد وعتوق اجررها تسند تلعت الروض والديره وخذينا عن اللي لا طلع ساطين صدوق وخز صفا وجهه وتلو نتل سيره مضمر من امس والحماقه تسوقه سوق تسوقه حماسه والحمق فيه والغيره عطى الخرب راسه ثم طقه ونجم فوق وعقرب عليه بضربه من شناكيره وحاسه وداسه واظهر الدم والمعلوق ونسر وعزله منها وزادت صعاطيره ثم استدرجوا للهارب اللي مع الساروق مع بطن خور واسعات معابيره خذ عنه والسواق يمشي بهم برفوق ولمحها طيار وزاد شره وتشريره تعلت وهو من فوقها واعتلى اللحوق وحول بها حوالة الدلو في بيره تعلت وهو من فوقها وارتها اللحوق وحول بها حوالة الدلو في بيره وضحوا عقب صيد وناسه بحسن وفوق بروض سقاها من الوسامي مباكيره وحط الحطب والنار سوي لها مشقوق دقاق الحطب صفوا عليها جثاميره وماها غدير لا رجاج ولا مطروق ازلالا على طعس حمر ما تبي غيره وفهق للدلال من الجمر لاستوى مفهوق وفاح البهار اللي انضاف مباهيره وسيق القدوع وبعد هلبن الاشقر سوق على كل نشمي له البر تبريره هذه والله اللي يا نشامه عليها ذوق تسوي حياه اللي يجمع دنانيره هذه والله اللي يا جماعه عليها ذوق تسوي حياه اللي يجمع دنانيره سلامت ما كل جاويد انتبعها خلفها لابد ما يخلف حمد سير تحمود قصيده بين الماضي والحاضر لشاعر الكويت مرشد بن سعد البذال يرحمه الله يقول من زين المثايل قطفها امثال مبداها عن الشك مفروض امثال منها قاصر العرف يفها من حيث درب العرف طلعات وصعود لو كل من قال المثايل عسفها ما صار نقص في المعاني ولا زود والبنت قلعوجه تجنب هدفها لا صار منظرها عن القطر مصدود غاية جميع الناس محد عرفها ارضى جميع الخلق ما هو موجود لا شك تدي كل نفس نصفها ترى كلام العقل يظهر له شهود من رابع العقال نفسه صرفها عن تيهتي يشقابها ما بها فود اسمع على اللي تيهته قيل شفها يمكن يرد الى لقى الدرب مسدود لومي على راعي مماشن كم واحد ربعه يعد لعجفها كم واحد ربعه يعد لعجفها من نشوته صاروا مشاكيل وفهود عنهم همات الافاعي كتفها محد يجيهم بطش والحق مريود وكم واحد يمه جدوده نسفها على الشمال ورد مع دربه ردود ضرب دروب ما نشد عن كلفها اكدر سماه وصار بالجهل مزيود نفسه خطا غيره لعب في شرفها واصبح بخيت ولابس ثوب مقرود لومي على راعي مماش حرفها عن درب ابوه ودرب ربعه هل الجود اقول له دنيا بلا مدح عفها ترى بقايا الجسم للقاع والدود اقول له دنيا بلا مدح عفها ترى بقايا الجسم للقاع والدود انتو بثر ناس تقافه تصففها مرحانه تقهي خلايا من الرود هذه مبانيها وهذه غرفها باقي العمار وباني القصر مفقود وغيره بيوت للفداوي رففها مثل الجبال السمر والوانها سود محلى حللها عقب سيره صلفها في خايع نبته الهرقاب وعضود في فيطن زين المباني كنفها يبونها للخيل عمرت على الذود
قب مطاليب المقفي نحفها يا ما نضح منها العرق نضحت الجود لمن كساب الزعيمة خطفها صاح الصياح وجاوب حس بارود كل ركبها ما نشد عن كلفها جاتك على الداعي مع الحزم جلحود وكمبلج عنه الجبانة كشفها خلى بجيش القوم حاوي ومردود وكمبلج نفسه حياها قصفها أصبح أبوها دمه من الحزن ملهود هذه سلوم اللي تقافة تصففها يوم الهوى عدل الركاب تلقود واليوم ترحم حالها من ضعفها ما كنهم شيفوا بمرباع وعدود مضم البكار اللي تنفض شعفها لو تاصله عينت بهريق وهنود قل لي علام الوقت هذا صدفها واقول لك هذا آخر الوقت مشهود دنياك بالغفلات تضرب طهفها لمحة بصر مالها سنة برق ورعود إن أقبلت قامت تمش طزلفها هنوف عرس طيب هالمسك والعود وإن أدبرت شفت الكدر من حرفها تمسي تسيد وتصبح الصبح مسيود ما كل جاويد تبعها خلفها لابد ما يخلف حمد سير تحمود سلامتك صح لسانك وبيض الله وجهك ويعطيك ألف عافية الراوي حمد بن عايض الحمداني انتقل لحضورنا الكريم في الوقفة القادمة مع الشاعر مبارك بن هادي القنفذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساكم بكل خير نرفع أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة زواج أخينا سليمان بن بخيت بن جازعة والله يوفقه ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير يقول أبتهل لله وارجيه الثواب والعفو والفوز في يوم الحساب والسلامة والنجاة من العذاب يالله أنا من عذابك نستجير القصيدة المطلوبة هي غزلية في واحد من الجماعات قال بنتمشى في دير تنجاه هالمطر وفيها عشوب وخلك تمشى وتسوق بيها مبارك قلت أبشر تمشينا وجينا مع ذاك الوادي وحصلنا نوحة طويلة نظرت لها النظرة الأولى المسموح بها وهو جلس يعاين فيها طول ما حن قريب منهم وتعدينا وهو يلتفت ورا ويشوف كيف شكلها ويحسب إني ما شفتها يوم عدينا قال يا أبو هادي فاتك نص عمرك قلت ويش اللي فاتني قال فاتك شوف ما شفته هاد قلت رميت الغطاء لأنها يوم شافتنا تغطت بجلال عليها وصدت ورا شجرة لا نشوفها قلت رميت الغطاء ولا لبست الغطاء حسبي على مشغل انفصل عليك الثياب رميت الغطاء ولا لبست الغطاء حسبي على مشغل انفصل عليك الثياب برمي بروحي عليكم صح ولا خطا في حكم شارب وانا ماني من اهل الشراب سرب الهواجيس يضوي مثل سرب القطا يطير بالفكر من بين السماء والسحاب يا زين عطني عطاء ولا تمن العطاء ولا ابغى عطاء قبله منه واخره عتاب قال والله انك شايف هذا احبابنا ما نشارك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قصيده شعريه نختم بها هذا البرنامج الاحتفالي في هذا الاحتفال للشاعر مشاري ابن هادي ابن معجب السلام عليكم مساكم الله بالخير وارحبوا ثم ارحبوا مرحبا والله ما سهل والله يحييكم تحايا المطر ونقول لابو بخيت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير اذكروا والله صلوا على النبي اقول ببدا في قافي بعد ذكر ربنا الواحد اللي في عباده خايل ويا مرحبا باللي حضر واللي تعنى ارحبوا عد همال المطر يا قبايل يا مرحبا ومرحبا ترحيب يثنى بالرجال الوافية واهل الجمايل وفي لازمك يا ابو بخيت ما اعتذرنا لانك كفو وجهك بين الرجال طايل ولاجل عينك يا ابن عمي بنت عنا وننطح العدوان في نصف القوايل وضيفنا يلقى الشحم والطيب له يثنى نكرم الصبيان وكبار القبايل وباسم ربعي يا الجحيش مزبنت المجنة ارحبوا عند ابن جبران ذرب الفعايل وسلامتكم شكرا لك وبيض الله وجهك الوقفة الأخيرة والفقرة الأخيرة لهذا الاحتفال هي تكريم المشاركين في هذا الاحتفال تقدم الأستاذ محمد بن عبد الله بن شمسان لتكريم المشاركين
صالح الضبية فليتفضل مشكورا. عبد الله بن شايع الجابر. الله يمسيكم بالخير جميع. له رجال في الحفل هنا له فضل عندي انا يا عبد الله بن شايع، وبيض الله وجهه وجمل الله حاله بياض البرد، اللي هو اخوي المنشد مسفر ابن دخنه. الاوله من الاولات، فنقول الله يوفقك يا ابو بخيت ويسر امرك في حياتك وفي دنياك، وابيض وجهك حلا، وجعلنا نردك ان شاء الله في افضل من اليوم، وجعل عمرك طويل يعني مع دمراتك. ابو شايع ابو شايع والله انت والله انت الراوي حمد بن عايض الحميداني. الشاعر مبارك بن هادي القنفذ. الإعلامي القدير مذيع قناة 24 الرياضية، شرفنا اليوم في حفلنا وقدم الحفل، وعلما بأنه توه راجع من دولة روسيا ممثل الوطن فروسيا، فالله يهينه يتفضل معنا الإعلامي عايض بن علي السعدي، يستاهل الدرع والبشت. هذه هدايا بسيطة يا أبو عايض وتستاهلك، هذه من الشاي. الإعلامي القدير عبد العزيز بن حزام المقباس، أكثر من أخ وكل ما بغيناه لقيناه. شكرا لكم حضورنا الكريم على طيب هذا الحضور، الشكر موصول لأصحاب هذا الاحتفال ولكم بكل تأكيد على هذا الحضور الكريم. نوه أن هناك بعد العشاء بإذن الله مشاركات إنشادية للحضور، فلا تروحون عنا بعيد، في عشاء وبعدها في مشاركات وفي قصائد وفي كذلك أوبريتات إنشادية. شكرا لكم على طيب الحضور، أتمنى أن قدمت أن حوز على رضاكم. تقبلوا تحياتي في النهاية، أخوكم عايض بن علي سعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبيض وجهك أبو علي ويجمل حالك. كذلك لدينا تكريم الأستاذ خالد بن معجب الحبلان، يستاهل. كذلك الداعمين لحفلنا لهذا المساء، منصة قحطان برعاية الأستاذ راكان والأستاذ عبد العزيز المقباس والأستاذ حمد الحميداني والإعلامي القدير عايض السعدي، يستاهلون كل تكريم، في هدية معنا لإدارة السناب وتستاهل. يومك قبل يومك الكرم والطيب هو منبع علومك، فعلك فوق الثريا هو يبان جعل من هو خلبك تطيع عوامه، جعل كل ايامه بخير وسلامه، يا رفيق اللي ينوم مسلم ايامه، يتكل الكايدات ولا يعاني، والنسب عاد نازع على رجال قرومي، طال حبلان اللي ضد الخصوم فعلها عاد. I'm
اليمن ارحب وعددهم من المخاجل مرحبا على الشحم والعود الدايل مرحبا في مرحبا بكل الجمايل مرحبا للي حضر للحفل عاني ارحب ويا ضيوفنا في كل حازة عند من هيدك رمى الضيف وتعزة عازي يا لك حشي يا مال المعزة مرحبا باللي حضر قصي وداي وبعيالك حشم زبان عيال العود حلال الصعايب اقحطان بككت كل النشايب فان ربي ما خلقنا الا مصايب نحتمي لا من بدا بالوقت شان نحتمي لا من بدا بالوقت شان حب طشنا وحب طغينا بالفسيحة من بغى يسلم فعندي له نصيحة لا حد يعادي هلا لريا الصحيحة عزة المن هو معادلك حطان عزة المن هو معادلك حطان ردينا بذكر الله على بدعة القيبان اينا هذين بعباده الجمع معصيها نسالة هجرانة ربنا وفر الاحسان ويغفر ذنوب ذكرها ما نسيها بعدها سلام الله على الخيط مسلمان سلامة ردتها الليالي لبديها علينا لاشد ما فات بخير ذا الشجعان احنا قديها افخر